بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. كلنا منخاف وكلنا منعرف إنه الخوف هو ردة فعل الجسم للحفاظ على الحياة ورد أي خطر، بس لما يكون الخوف مبالغ فيه ومو منطقي وبدون سبب بيصير اسمه رهاب. الرهاب هو الخوف المبالغ فيه من شيء ما بيشكل بالحقيقة مصدر خوف، ورهاب الطبيعة هو شكل من أشكال الرهاب. يعني من الطبيعي أي إنسان يخاف من العاصفة أو الأعصار، بس مو من الطبيعي أو المنطقي إنه الإنسان يخاف من المطر العادي. مشان هيك الخوف من الأعاصير هو خوف منطقي، أما الخوف من المطر أو الهواء أو الكسوف والخسوف أو أي ظاهرة طبيعية ما بتشكل خطر هو اللي بنسميه رهاب الطبيعة. في عدة عوامل تدعم هذا النوع من الرهاب، منها العمر، يعني الصغار والمراهقين معرضين أكثر للرهاب بكل أشكاله، ويلي عندهم تجربة سيئة مع الظواهر الطبيعية كمان معرضين أكثر من غيرهم لرهاب الطبيعة. مثلاً اللي شهد زلزال، عاصفة، فيضان أو غرق عنده قابلية للخوف المبالغ فيه من الطبيعة، وكمان إذا كانوا الأهل عندهم هذا النوع من الرهاب ممكن ينتقل للأطفال. طيب شو هي أعراض رهاب الطبيعة؟ اللي عندهم الخوف من الطبيعة أو رهاب الطبيعة بيخافوا من الظواهر الطبيعية بشكل مبالغ فيه، يعني مو مجرد قلق. فمثلاً مجرد إنه تنزل المطر بتبين عليه الأعراض الخوف يلي منها ضيقان النفس، تسارع دقات القلب، شعور بالألم أو الانزعاج بالصدر، الرجفة أو الارتعاش، التعرق والغثيان، أو انزعاج بالمعدة ودوخة وإغماء. طبعاً هاي الأعراض مو شرط تكون كلها، بس ثلاث أعراض منها كافية لمعرفة وجود حالة الرهاب. طيب شو يعني؟ كيف بيأثر الرهاب على حياة الإنسان؟ أكيد بيأثر، لأنه المصاب بالرهاب بيعمل أي شيء ليتجنب مصدر خوفه، وهذا الشيء أكيد بيأثر على سير الحياة الطبيعية. يعني ممكن تجي للإنسان فرصة عمل ممتازة بمكان بيتميز بكثرة المطر، أو مكان قريب من بحر أو نهر. الشخص يلي عنده رهاب الطبيعة وبيخاف من وجوده بهي الأماكن رح يرفض هاي الفرصة. هي عدا عن حالة القلق الدائم يلي بيعيش الشخص مع كل تقلب لتقلبات الطبيعة. طيب في حل؟ ايه أكيد في حل، وغالباً الحل هو العلاج السلوكي المعرفي يلي المفروض يشرف عليه مختص بهذا المجال. بس لازم نحن نعرف إنه عنا هذا الرهاب وما نتردد باللجوء لشخص مختص. شو اللي بده يخليني أعرف إني بحاجة مختص؟ في كم سؤال اسألهن لحالك لما يكون عندك خوف من أي مظهر من مظاهر الطبيعة. ليش أنا خايف؟ هل هي الظاهرة تستحق الخوف؟ قديش هذا الخوف مؤثر على حياتي؟ جوابك بالشفافية على هي الأسئلة هو اللي رح يقلك إذا كنت بحاجة مختص أو لا. ضلوا دائما بخير، وتذكروا أنتوا أهم شي بالحياة، ووقت تكونوا مناح بتقدروا تتجاوزوا الصعوبات وتحققوا اللي بتسعوا له بحياتكم. مشان هيك كونوا دائما بخير. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.